الحسيني وصل. ايه؟ الحمد لله على السلامة. دي معجزة يا سعالي. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. لك وحشة يا أبو علوة والله. وسعول وسعول. اسم الله عليك يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك يا ابني. اسم الله عليك يا ابني. الحمد لله على سلامتك يا غالي. يا سيد الرجال. الحمد لله. عجبك كده يا موسى؟ مدام بتحب واحد تاني كانت واخداني ايه؟ كوبري؟ اهدى يا صفوت، هنتكلم بعدين. لا بعدين ولا قبلين. عموما انا غلطان اني كنت حناسب من بنات الحواري. هو ايه اللي بيحصل؟ هي العروسه راح فين؟ تعال اتوم. مالك يا هارون؟ تعبان يا اخويا ولا ايه؟ هي بنتك اتجننت يا هارون؟ حد يسيب نسب زي ده؟ هي الدنيا جرى فيها ايه؟ وهي مالها ومال علي؟ هي يهودية وهو مسلم، ما تخليه في ابن دينا. عيب، كل واحد يلم لسانه جوا بقه، ما يصحش كده. دي أعراض ناس وإحنا أهل مهما كان كلنا. ادخل يا حبيبي ادخل. كانوا فاكرينك مش راجع. قد انت رجعت بألف سلام. الحمد لله. كفاية بقى يا ماما كفاية. ادخل يا حبيبي. هو لما يغيب تبكي ولما يرجع تبكي. اسم الله عليك. معلش يا بنتي، ما هي دي اسمها دموع الفرح. اهي دموعه خلاص يا بابا. بعدين ايه يا ماما؟ هتاخدي لي كي لوحدك؟ مالناش حق فيه. الله، ما تسيبوا الراجل يرتاح شويه. وحشتوني يا اخويا. انت اللي وحشتني. انت كمان وحشتني قوي يا علي. والله يا ابني ما شكينا لحظه واحده في انك هترجع سالم غانم ان شاء الله. مش معنى هي افتكرتني موت. انا لو ابوكي كنت قتلتك بايديا دول. بس انت مش ابويا. انت ليه قاعد تتكلمي يا سفله؟ يلا فضحتينا قدام الناس كلها. انهي ناس؟ الباشا ولا الهانم؟ دول انضف واشرف منك 100 مره. عشان كده ما كانش ينفع نتجوز. انت بتجيبي الفجر ده منين؟ ما تتكلمي يا ماما. اتكلم اقول ايه؟ اتكلم عن الفضيحه؟ ولا عن ابوك اللي هيخش السجن؟ ولا عن الجيران اللي خسر قدام؟ ولا الحاره اللي خلاص ما عادش حد طايقنا فيها؟ بنتي اللي قريتني وخلفتها. انت محطت روسنا كلنا في الطين. كل ده عشان ما اتجوزتش صفوت؟ انتوا اللي محملين بلاوي الدنيا كلها فوق دماغي. هو انا اللي حرقت محل بابا؟ ولا انا اللي باخد فلوس من صفوت وابوه عشان اهرب شباب من هنا لهناك؟ انا اللي عندي طموح جنوني للمجد والسلطه والنفوس. انتوا بتحاسبوني على ايه؟ عايزين تبنوا سعادتكم على تعاستي؟ ولو اعترضت ابقى فجره وجحده ونكر الجميل كمان؟ لا، ده انت فعلا فجره بقى. الفجره دي مش عايزه تعيش معاكم. سامعين؟ مش عايزه تعيش معاكم. امال عايزه تعيشي مع مين؟ ايه ده؟ ها؟ كفايه فضايح. عايزه تعيشي فين؟ كفايه فضايح. ما تظلمهاش يا علي. راحت ورجعت ولفت ودارت وسألت أكتر مني أنا شخصيا. بعدين موضوع التفليسة اللي حصلت المحل بتاعهم ده هي اللي خلتها ترضخ للأمر الواقع. مفيش حاجة تبرر الخيانة. اوعى يا علي تفكر إني خنتك أو نسيتك ولو للحظة واحدة. باسم الحب والذكريات والأغاني اللي سمعناها سوا والورد اللي كان مرسال العشق بينا، باسم دمك اللي بيجري في عروقي ودمي اللي بيجري في عروقك، اوعى تصدق اني نسيت ولا سليت. ده انت علي يا علي،
طفولتي ومراهقتي وشبابي وعمري كله من غيرك لا ليا لا تاريخ ولا حاضر ولا مستقبل. إلى خائنة، هل تدرين ما أنت؟ وهل تدرين ما أنا؟ أنت الخداع وأنت الضياع، وأنا من أنا؟ أنا صنت حبنا وصنعت من جرحي تاجة، ومن ألم المعذب سنة يطيء وجهك كالسوسنة. فبعت الهوى وقصة حبي وكل المنى. يا خائنة يا خائنة. صباحية مباركة. علي صحي؟ صحي ونزل بدري كده. ظابط بقى وبيدافع عن بلده. راح وحدته؟ راح مطرح ما راح يا ليلى. عايزة حاجة؟ ممكن لما يرجع تقولي اني سألت عليه. حاضر. خدمة تانية؟ لا يا فاطمة.